قصر نوفل في طرابلس، كنز تراثي ينشط الحياة الثقافية شمال لبنان. مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي هو في الأساس مكان يعرف بقصر نوفل الواقع بقرميده الأحمر وفخامته في ساحة التل وسط المدينة الشمالية، حيث أقامه قنصل روسيا في طرابلس قيصر نوفل عام 1895 وسكن فيه مع عائلته، وسمي هذا المعلم قصر رشيد كرامي الثقافي البلدي تيمناً برئيس الحكومة الأسبق الذي اغتيل سنة 1987. وشكل القصر في مطلع القرن العشرين معلماً معمارياً مميزاً، إذ صممه مهندسون إيطاليون وبني بمواد مستوردة من إيطاليا، وكان قرميده المستورد من مارسيليا الأكبر في وسط طرابلس. وقبل أن تمتلك الدولة اللبنانية عام 1968 القصر، مر بمراحل عدة، ووهب آل نوفل حديقة القصر إلى البلدية التي حولتها لاحقاً إلى منتزه عام يعرف باسم المنشية، وبات يومها أول حديقة عامة في كل لبنان. قصر نوفل أو مركز رشيد كرامي الثقافي هو القصر البلدي الثقافي الذي يضم المكتبة البلدية وقاعة المؤتمرات والمعارض والمناسبات الثقافية. هذا القصر هو في الأساس قصر سكني يعود لآل نوفل الكرام الذين وهبوه إلى بلدية طرابلس في خمسينيات القرن الماضي ليصبح مركزا ثقافيا، وهو واحد من الأبنية العثمانية ذات الطراز الإيطالي المعماري التي بنيت في نهاية القرن التاسع عشر مع تحديث وسط المدينة، حيث قام مدحت باشا والي دمشق وسوريا في حينها بوضع ساحة مخطط لساحة جديدة في طرابلس تكون هي الساحة الإدارية وأيضا الساحة الاجتماعية لهذه المدينة، وذلك بالتزامن مع ما عرف بفترة التنظيمات الإدارية والمدنية وأيضا التعليمية في الدولة العثمانية والمقتبسة من النظم الأوروبية في الإدارة والتنظيم. من هنا شاهدنا نشأة البلديات، شاهدنا نشأة المدارس الرسمية الأولى، المباني الرسمية كالسراي الحكومي والكراكولات والمخافر، وأيضا شاهدنا تنظيم الشوارع والمواصلات من سكة الترامواي وغيرها. لذلك أنشئت ساحة التل لتكون هي الوسط الجديد لهذه المدينة، حيث بنيت السراي الحكومي في وسطها وتفرعت من حولها الشوارع، وأنشئت أولى المدارس النظامية من رشدية إلى سلطانية وهي القائمة حتى اليوم خلف بلدية طرابلس، وامتدت الشوارع باتجاه شارع الكنائس وباتجاه الزاهرية والمدارس الإرسالية، وتحولت هذه الساحة أيضا إلى مركز اجتماعي واقتصادي، حيث شهدنا إنشاء أول المصارف في المدينة وكان أولها البنك العثماني الذي تحول اليوم إلى مقهى فهيم، وشارع المصارف لا يزال ماثلا حتى يومنا هذا وفيه أوائل المصارف والبنوك. كما مع هذه الحركة شهدنا إنشاء أولى الفنادق ومنها فندق أوتيل رويال وتل بالاس وغيرها، وأيضا إنشاء أول تياترو في المدينة مسرح الإنجا الذي هدم مع الأسف مطلع القرن الحالي، ويعني تم تتويج هذه المباني الجميلة بإنشاء برج الساعة الحميدية، برج ساعة التل، ليكون المعلم الأبرز في هذه الساحة ومن خلفه الحديقة البلدية. وللتشجيع يعني الناس بأن تكون هذه الساحة فيها حياة ليلا ونهارا وليس فقط نهارا أثناء دوام الإدارات، تم تشجيع العائلات الطرابلسية بأن تنشئ في هذه الساحة قصورا لها مقابل تخفيضات وعفاءات يعني من الضرائب. فشهدنا كبرى العائلات تبني قصورا هنا، منها آل الزيني، منها آل كرامي، ومنها يأتي بناء قصر نوفل الذي أتى رخامه من إيطاليا وأتى قرميده من مارسيليا الفرنسية وأتى بناؤه أيضا من إيطاليا، واتبع التنظيم الإسطنبولي في بنائه الداخلي، حيث نعرف ذلك بالبيت اللبناني، القاعة المركزية في الوسط التي تحيط بها الغرف، ونشهد فيه أيضا يعني الزخارف الإيطالية في السقف وفي الأعمدة وفي الشرفات.
هذا القصر شهد عملية ترميم شاملة في مطلع التسعينيات القرن الماضي، وهو اليوم يعني بحاجة إلى تحديث من ناحية أن تكون مكتبته رقمية لتلبي يعني الحاجات المعاصرة لطلابنا، وبالرغم من ذلك لا يزال يعتبر المكتبة الغنية الوحيدة التي تتوسط مدينة طرابلس.